بكم وبكل مستمع الديوان. شكرا. بعد تحرك يوم 14 فيفري، فما على خلفية التحرك اللي صار هذا التقدم اليوم ولا ما فما حتى شيء؟ ما زلنا الغادي طلبتوا كنتوا زادة في التحرك هذا بالترفيع في السميك، قلنا مش معقول اليوم أنه فما ناس متقاعدين ياخذوا في 190 و200 دينار و210 وغيره أقل من الأجر الأدنى المضمون في تونس. تو ما ثماش جديد، احنا بيان سور نستناو، خاصة بعد ما أعلن رئيس الجمهورية في بالتلفزيون قدام الناس الكل أنه طلب من وزير الشؤون الاجتماعية باش يرفع في الأجل الأدنى حتى يضمن زيادة مجزية لمتقاعدي القطاع الخاص، هذايا ما صارش. كذلك تم المستحقات نتاع المتقاعدي الوظيفه العموميه والقطاع العام، البعض منهم عندهم مستحقات لدى الصندوق منذ سنوات كيف ما وقع شرفها. معناها مستحقات معناتها الزيادات اللي تصير للمباشرين ماش قاعده تصير للمتقاعدين. صحيح. وهذه تشمل كل المتقاعدين ولا فما؟ لا فما مجموعات كبيره من المتقاعدين. شنو هي القطاعات اساسا؟ ثم الامن، ثم الجيش، ثم السكة الحديدية، ثم اتصالات تونس والبريد، ثم ديوان المواني والمطارات، ديوان المواني البحرية، ثم الكهرباء والغاز. هذا من كل عندهم مستحقات لدى الصندوق وما وقعش خلاصة. وفيها تعهدات هذايا؟ فيها اتفاقيات، مش تعهدات، فيها اتفاقيات موجودة ممضات. احنا تو نستناو برك في الاجر الادنى المضمون، والاجر الادنى المضمون هو يهم نسبه كبيره من المتقاعدين، وخاصه نسبه قداش تقريبا؟ 800,000 متقاعد. 800,000 كل ما هو يخلص في جراية من عند صندوق الضمان الاجتماعي. نحكي على السميك، الترفيع في السميك يشمل 800,000 متقاعد؟ الترفيع في السميك يشمل 800,000 متقاعد، وكي ترفع في السميك يقع الترفيع في او تعديل في جراية متقاعدين الضمان الاجتماعي. واضح. وهذا بيان سور الناس كل تعرف ان المتقاعدين وخاصه نسبه كبيره منهم يعيشوا في معاناه وفي ظروف سيئه لبعض الحدود. عندها واحد يقول لك فنيت عمري وانا نخدم في البلاد هذايا من بعد ما ناخذش تقاعد مريح. ورغم ارتفاع معنى تكاليف المعيشه لم يقع تعديل الجرايات المربوطه بالاجر الادنى. منذ وقتاش؟ منذ وقتاش ما تمش؟ من اكتوبر 2022. اكتوبر 2022. يعني للناس الكل كيف، للوظيفه العموميه والقطاع العام والقطاع الخاص بدايه من فيفري، من اكتوبر 2022. في جانفي 24 وقت الترونش الثانية بالنسبة للقطاع العام والوظيفة العمومية، والمتقاعدين تاع القطاع الخاص يعاودوا يرفعوا لهم في تعديل الجراية إلا ما يقع الترفيع من جديد في الأجر الأدنى المضمون. وهذا بيان سور الجو هذا خلى معناتها عديد المجامع اللي كبرت هالنارات هذه تستغل في الظروف المعيشيه السيئه نتاع المتقاعدين وتخرج في طلبات على وسائل التواصل الاجتماعي، البعض منها يعني مقننه، واذا كانت تحب تغيرها يلزم تغير معناتها القوانين. وهذا خلى الوضع في البلاد كما تشوفوا يعني على التواصل الاجتماعي والخصم والقطع والاقتطاع او شنو معناتها حاجات ما هياش سهل باش نحيا. صحيح موجوده اوضاع ولكن صعيب ياسر باش يقع حلها على طريق الفيسبوك. هذه تتطلب وقفات صحيحه من المتقاعدين ومن اتحاد الشغل وقوانين يلزم تغييرها باش تنجم تغير الوضعيه الموجوده تو، بحيث هذا ازم الوضع في البلاد. وانا بالنسبة لي كممثل على الأقل للآلاف المتقاعدين المنضوين تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، أطالب بالإسراع في الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بزيادة مجزية، زادت بزيادة مجزية، لأن عندنا
نسبة كبيرة من القاعدين جينيتها أقل من أجل الأذى المضمون، لازم النسبة نتاع الزيادة تكون مجزية، تكون مهمة باش تترقى لهم شوية من أحوالهم، ويلزم الضغط من السلطة على الصندوق الاجتماعي، الصندوق الضمان الاجتماعي، الصندوق الحيطة الاجتماعية باش يخلص فلوس الناس. هذا مش معقول الناس تحب فلوس من عند الصندوق وهي تمشي تتسلف ولا ما تلقاش كيش تكمل معناتها الشر نتاعها. يقول لي هذا اللي يعمل جيز على الحد الوضع اللي قاعد يعني يحتد في البلاد كل مرة يزيد يقدم الخدام، يعني باش الجو يتحل شوية وتتفرد شوية توقع الزيادات هذه اللي الناس متمسكة بها واللي يجم يقع استغلالها إذا كان ما يقعش النظر فيها. واضح، شكرا لفضلك، يعطيك الف صحة، شكرا على كل هذه التفاصيل. الكاتب العام الجامعة العامة للمتقاعدين السيد عبد القادر ناصري، نحكي على أمطار بكميات طيبة ستشمل عدد من الولايات، وحنا نقولوا ديما وين صب تنفع ونفرحوا كي نسمعوا فما أمطار جاية، شنو هي التوقعات هذيا؟